السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة اليوم، كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة تاع اليوم خاصة بالناس اللي يعانيو من القشرة ديال الرأس. هذه الوصفة هذه كيف ما كتشاهدوا ما غاديش نحتاجوا فيها بزاف ديال المكونات. غادي نحتاجوا فيها زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا، وغادي نحتاجوا فيها زيت اكليل الجبل يعني زيت اليازير. هاد الزيت هادي تاع اليازير كتباع في الصيدليه ديال الاعشاب. الطريقه ديال استعمال ديال هاد الوصفه سهله بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القشره ديال الراس. غادي ناخذوا نفس الكميه متوازنه، يعني الا خدينا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون غادي نضيفوا عليها معلقه كبيره ديال زيت اكليل الجبل يعني زيت اليازير. ولا بغيتو تضاعفوا الكميه، المهم وهو في الوصفه هذه انكم نفس الكميه ديال زيت الزيتون ديروها من اكليل الجبل، الزيت ديال اكليل الجبل يعني اليازير. الكميه تكون متوازنه بيناتهم، وغادي نخلطهم مزيان في واحد القاروره يعني بشي قرعه صغيره، ونعود نستعملوهم لمده ديال 3 ايام متتابعه. عاد يمكن لكم احبائي الاعزاء توصلوا الشعر ديالكم، يعني فاش غادي تصايبوا هذا الزيت هذه تخلطوها هاد جوج ديال الزيوت، غتبداو تاخذوا منها وغادي تديكوا بها الفروه ديال الشعر ديالكم. ودائما الى بغيتوا تستعملوا شي وصفه احبائي الاعزاء ضروري يكون الشعر ديالكم نقي، يعني الفروه تاع الشعر تكون نقيه باش تستافدوا من هاد الوصفه هذه وتخلصوا من القشره ديال الراس نهائيا. هاد الوصفه هذه احبائي الاعزاء هي وصفه فعاله، ومع المداومه ديالها غادي تلاحظوا بانكم تخلصوا نهائيا من القشره ديال الراس ديالكم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، وكنتمنى ايضا انكم ما تدخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.